وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقة جديدة وموفقة من انطلاقات الخير والبركة، شوطنا الرابع عشر للإبكار الحقايق. ننطلق مع انطلاقات هذه الشعارات الحاضرة وهذه الأسماء المتواجدة في عاصمة الميادين ميدان الوثبة، لنندفع مع أول المراكز، مع أول التحديات، لأتابع العامرية مع البداية. فرج بن سالم بن يحيى بن سالم المحرمي يقدم لنا شعاره ويقدم لنا انطلاقة العامرية مع البداية، مع الصدارة في هذه اللحظات. المركز الثاني الحضور من الظبي، غاشم بن سعيد بن مبارك بن محمد من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات وينطلق بهذا الشعار. المركز الثالث الحضور من موجة الحاضرة في هذه اللحظات يقدمها القادمة في هذه اللحظات. هنا موجة سعيد بن حمد بن محمد العامري مع ثالث المراكز. المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات والحضور هذه الأثناء لتتقدم الغايرة سعيد بن عامر بن سالم المغيري وخامس المراكز. الحضور في هذه اللحظات من الدانة حمد بن علي بن عبيد بن محمد الشامسي من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. وسادس المراكز القدوم من زعفران علي بن سعيد بن علي المنصوري. والمركز السابع الحضور في هذه اللحظات هنا من انذار ناصر بن عامر بن حمد الوهيبي والقدوم كذلك والحضور من هذا الشعار. لتتقدم هنا بينونة حمد بن ناصر بن علي الجنيبي هو القادم، هو الحاضر في هذه اللحظات. أتابع الشايبة أحمد بن سهيل بن صغير العامري قادما بشعار أيضا لينضم إلى هذه الكوكبة، لينضم إلى الشعارات الكبيرة الحاضرة في هذا المهرجان الكبير، في هذا المهرجان الغالي على القلوب، مهرجان جائزة زايد الكبرى. العودة من جديد إلى مقدمة الشوط، إلى من تحتل البداية، إلى من تحتل الصدارة في هذه اللحظات. وتتقدم وتنطلق بهذا الحضور، تنطلق بهذا الحضور الكبير، هذا الحضور المميز. العامرية القادمة في هذه اللحظات مع الصدارة. فرج بن سالم بن يحيى بن سالم المحرمية يقدم لنا شعاره، يقدم العامرية بهذا الحضور الكبير، بهذا الحضور الخطير، بهذا الحضور المميز. بينما المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات والحاضرة للظبي غاشم بن سعيد بن مبارك بن محمد المخيفي يقدم لنا شعاره في هذه الأثناء. المركز الثالث الحضور في هذه اللحظات من الشايبة أحمد بن سهيل بن صغير العامري، ووصلت واحضرت في هذه اللحظات الداودية الحاضرة في هذه اللحظات. هنا الداودية مبارك بن راشد بن محمد بن منينة الشامسي يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات، في هذه اللحظات الكبيرة، في هذه اللحظات الخطيرة. ولكن من غيرت مع البداية الظبي غاشم بن سعيد بن مبارك بن محمد المخيبي، المخيبي آخر 500 متر أخيرة وخطيرة. روح يا المخيبي، روح روح يا مالك الظبي، روح نحو الفوز، نحو الانتصار. أتابع شعار مسلم بن مخيت بن سالم الكثيري، الكثيري يقدم لنا في هذه اللحظات برور برور برور. أهالي الفار، أهالي الفار، ولا
ولكن الظبي، الظبي طارت، الظبي استدارت نحو الفوز، نحو الناموس، نحو الانتصار. الظبي لغاشم بن سعيد بن مبارك بن محمد المخيبي، المخيبي. سلام 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 يا راعي الظبي، سلام على الفوز والانتصار. المركز الثاني برور مسلم بن مخيت وسالم بن اجداد الكثيري. المركز الثالث أوصلت الداودية بشعار مبارك بن راشد بن محمد بن منينة الشامسي. والمركز الرابع الحضور المركز الخامس مشاهدينا الكرام شواهين لسيف المطر بن سيف باللاحق الهاجري. اذا تهانينا لمالك الظبي على هذا الفوز والانتصار الكبير في صباح هذا اليوم. غاشم بن سعيد بن مبارك بن محمد المخبي قدم لنا شعاره في هذه اللحظات. التوقيت الزمني 5:56.05 من الثانية توقيت الظبي ولحظة وصولها إلى خط النهاية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وانتصار. المركز الثاني برور المسلم بن مخيت بن سالم بن قداد الكثيري. توقيت زمني 5:57 و9 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث الدؤودية لمبارك بن راشد بن محمد بن منينه الشامسي قدم لنا شعاره مع المركز الثالث. توقيته ولحظات وصولها 5:59 بالوفاء والتمام. نتابع مع حضراتكم رابع المراكز. كان الحضور من لفحة لعلي بن سويدان بن سالم الغفيلي مع رابع المراكز. تهانينا والناموس لجميع الأخوان الفائزين في صباح هذا اليوم.